الأمانة أنا حاسس إن الماتش صعب وفي عوامل مخوفاني شوية. بعض اللعيبة اللي النادي الأهلي بيعتمد عليهم في الماتشات اللي من النوع ده التقيلة يعني مش هيبقوا موجودين، لكن أنا أملي طبعا في البديل اللي هيلعب إنه هيبقى على نفس مستوى المسؤولية. ماتش صعب، صعب، من الماتشات اللي لازم تعملها ألف حساب، الدقيقة فيها تسوى كتير قوي. لكن النادي الاهلي رغم كل ده معودنا ان هو النادي بتاع المواقف الصعبه اللي من النوع ده. انا بتمنى ان النادي الاهلي، وبعدين عايز اقول حاجه، الماتش ده مش بتاع مدربين، في جزء منه بتاع مدربين، لكن في جزء تاني وده الاهم بتاع لعيبه. اللعيبه في قلب الملعب لو حاسه بمقدار اللي هم بيعملوه هيسعدوا كام مليون زي ما حصل في ماتش منتخب مصر الاخير. ان شاء الله هيحققوا نجاح، بس انا حاسس انه هيبقى نجاح في صعوبه الماتش بتاع منتخب مصر. اولا فرقه كويسه، ثانيا جايين كسبانين، ثالثا عندهم طموح انهم يكسبوا النادي الاهلي جوه مصر يعني. فلو ما كانش الاهلي متماسك جدا وما فيش يعني طبعا ده استحاله، ما فيش حاجه تاثر فيه يعني من الناحيه النفسيه، لكن كمان اصل جمهور النادي الاهلي ده ساعات بيبقى حافز يعني تشجيعه بيرج الملاعب صحيح، لكن في نفس الوقت انا ساعات بقيس نفسي على انه لو انا بلعب في النادي، لو انا بلعب على ارضيه الملعب دلوقتي وسامع كل هذا التشجيع وكل هذه الاصوات، انا ممكن الكوره بتخبط في بعضها. يعني انا لغايه دلوقتي مش قادر اتخيل ضربه الجزاء اللي حطها محمد صلاح، مش قادر اتخيلها. انا اولا قمت وسددت وداني اني مش عايز اعرف حاجه الا بيقول تخلص الحكايه دي. فحقيقي يعني هو موقف صعب، لكن انا املي كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي رجاله ومعودين ان هم في المواقف الصعبه دي بيجتازوا هذه المواقف، وربنا هيكرمنا ان شاء الله والجماهير المصريه كلها هتفرح. في نوع من الماتشات بنزل اتفرج عليها مع اصحابي في كافيه في المهندسين، وفي ماتشات بدرجه خوفي بتخليني لا انا عايز اقعد في البيت، يعني كفايه ان انا استحمل الصدمه مثلا انا لوحدي. لكن لو حسيت كمان ان اصحابي قد ايه بيزعقوا وخيقوا وزعلانين وبتاع هيبقى الحمل تقيل قوي. يعني ماتش مصر الاخير بتاع اوغندا ده لا، ورغم ان انا متجوم عاد لكن ما نزلتش من البيت، كنت خايف جدا، لان برضو احلام المصريين بقت لاعلى درجاتهم وده حقهم. فماتش الاهلي ده لغايه دلوقتي بيني وبينك انا ما قررتش، انا نفسي انزل اتفرج مع اصحابي، لان بيبقى اعظم صوره انا بشوفها لما البلد كلها بتتقلب وبيبقى الناس كلها شايلين الاعلام المصريه. ده منظر لوحده يساوي ملايين. لا ما بقدرش اروح للاستاد دلوقتي، لا صعب جدا يعني. فانا لسه ما قررتش هتفرج عليه لوحدي ولا هتفرج عليه في وسط اصحابي، لكن اتمنى تجيلي الشجاعه.